فيروس، لو بجمع الفيروس كورونا اللي بالكرة الأرضية ما يعبي هالغرشة، الفيروس لوحده بجمعه يمكن يعبي هالغرشة. تغلب على 8,000 مليون نسمة بقواتهم بفلوسهم بعقولهم، خلق كل واحد منا جبان وجالس ببيته، وحتى وانت جالس ببيتك تخاف انه يجيك. شفت قدرة الله؟ فيروس ما نشوف. يا جبابرة يا عظماء يلي تشوفون نفسكم وينكم؟ كل واحد من خشب بيته زيي يخاف يسلم على أبوه على أمه على أخوه على أخته، يخاف من كل شيء. والله سبحانه وش قال؟ إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لهالآية لها خاضعين. كلنا خاضعين قاعدين ببيوتنا. سبحان الله، سبحان الله جل جلاله. المدارس قفل، الحرم تقفل، المدارس، الجامعات، الشوارع، المناطق السياحية، خسرنا العالم، السوق بس خسر 16,000 مليار دولار. الشوارع فاضية، نخاف من الأكل من برا، نخاف من كل شيء. الحروب لا صارت تلقى دولة ودولة ولا حزب وحزب يتحاربون، واحد منهم يفوز أو يتعادلون. احنا كل الكرة الأرضية قاعدين نحارب عدو ما نشوفه، ومهزومين إلى اليوم، مهزومين. 8,000 مليون نسمة يتحاربون مع عدو ما يشوفونه. سبحان الله. يا اللي تاخذ حقوق الناس ويجي تظلم لك أحد ويقوم هالأحد هذا ينقل الشكوى القضية من الأرض إلى السماء، يا رب خذ حقي من هاللي ظلمني، ما تخاف منه؟ شوف ايش سوى، أعطانا آية. اصحى يا ناس. الله سبحان الله. شوفوا اللي ما يصحى في هالوضع اللي احنا فيه ما راح يصحى. والله سبحانه يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله عنده علم بالدواء حق هالفيروس. الله متى ما شاء راح نعلم بهالدواء. شوفوا ما أدري وش أقول، قرقع قلبي. خلنا نرجع لله. أنا ما أقول الله معاقبنا، أنا أقول الله يورينا حكمته وقوته كل شيء، حنا نشوف حكمته. ولكن هذا درس لجميع الكرة الأرضية. شوفوا حكمة الله سبحانه. اصحوا يا ناس، لا نظلم، لا نكذب، لا نسرق، لا ننهب، خلوا نرحم، خلوا نمشي بالضبط زي ما ربي قال، بالضبط ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللي خالف الله ما هو عاجز، ما هو عاجز انه سبحانه ياخذ حق الآخرين منك. يمهل ولا يهمل. خلنا نرجع لله سبحانه. أنا ما أقول هذا الله معطينا إياه عقوبة لنا سوينا كذا، لا 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 أبدا حاشا لله. أنا أقول الله أعطاه على الكرة الأرضية. يا ناس أصحوا، أفيقوا، أفيقوا من سباتكم. لا نكذب، لا نسرق، لا نظلم، لا نأخذ حقوق الناس. نعبد الله كما طلب منا، نرجع للدين، نرجع للدين، للقرآن والسنة. تذكروا دائما الغرشة، الغرشة هذه خلوها في بالكم. أتمنى أن رسالتي وصلت. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أنتم وكل من تحبون، أخوكم عبد الرحمن العجيمي، السعودية الدمام، والله يهون علينا.